السؤال كيف نفسر هذه الآية في ضوء هذا الموضوع مع المسيح صلبت لأحيا لأنا بالمسيح لأحيا فيه. طب كويس انك جبت الآية دي لأن هو جابها برضه. الآية دي قالها بولس الرسول مع المسيح صلبت. فهل بولس الرسول صلب مع المسيح؟ ده ساعة صلب المسيح كان بولس الرسول غير مؤمن، بل حتى بعد قيامة السيد المسيح كان بولس يضطهد الكنيسة اضطهادا مرا لغاية أن المسيح ظهر له في سفر الأعمال إصحاح 9 وكان بيضطهد الكنيسة. ولما رجم استفانوس كان هو راضيا بقتله. يبقى مع المسيح صلبت زي ما قلت تألمت مع المسيح، مع المسيح صلبت زي ما المسيح قال من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني. فبرضه صلبت يعني تألمت من أجل المسيح في الخدمة في التعب في إلى آخره. لكن مش صلبت يعني صلبت في جثيماني، لا طبعا، ولا مت في الجلجثة، لا طبعا. لأحيا لا أنا بالمسيح يحيا فيا يعني مش مشيئتي الخاصة هي اللي بتحيا، بل مشيئة المسيح فيا هي التي تحيا.